بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاهلي بيكسب كايزر تشيفز 3-0. الاهلي بيتوج باللقب العاشر لبطوله دوري ابطال افريقيا. هي العاشره، ما احنا كنا قاعدين مستنيين فتره طويله جدا التاسعه ممكن. جات لنا التاسعه وجات معاها القاضيه ممكن، وربنا كرمنا في نفس السنه وخدنا العاشره. الحمد لله رب العالمين. عزيزي، هي لما بترزق بترزق من واسع. الصبح انا فاتح فيسبوك كده لقيت فيه كلام كتير جدا من كل الزملكاويه اللي عندي ان هم يشجعوا كايزر تشيفز. قلت لهم بس طالما انتوا رحتوا شجعتوا كايزر يبقى الحمد لله العاشرة جايه بالليل. ده غير ان انا كنت اتفرجت اساسا على ماتش كايزر والوداد، وكنت بتكلم حوالين ان لعيبه فوزي البنزرتي كانوا جبنة جدا قدام المرمى، وكان ممكن يطلعوا كسبانين سكور لولا الخوف من التصوبات ولولا عدم التوفيق اللي كان موجود عند ايوب الكعبي. كان الوداد قدر ان هو يطلع كسبان. كايزر تشيفز مستريح في المباراه الثانيه. ده مش معناه ان انا بقلل من اهلي موسيماني، بالعكس تماما. انا من الناس اللي مقتنعه ان بيسو موسيماني عامل تاريخ النادي الاهلي بمبدا الشطره تغزل برجله حمار. والله بجد يعني انا شايف ان موسيماني ان الراجل ياخد اتنين افريقيا ورا بعض، وعدم وجود خفات محترمه وعدم وجود سترايكر صريح، لا الراجل بيعمل ابداع والله. والنهارده بيلعب باك يمين مش باك يمين اساسا. فلا يا معلم، انا الراجل ده مخلص كل حاجه عندي. انا كل مشكلتي بس مع الراجل ده انه طيب وما بيطلبش صفقات، انما الراجل عاطينه لعيبه ماشي بيها وكمان بياخد بطولات بيها. لا يا عم مش عايز منك اي حاجه تاني. النهارده في مباراه كايزر كان عندي مشكله ان طول ما الهدف بيتاخر لعيبه كايزر بتخش في الجيم، وكايزر سايبالك حته ثانيه تلعب عرضيات. احنا بنلعب ناحيه علي معلول الجبهه الاقوى عندنا علشان خاطر اكرم مش باك، فانت كان علي معلول وطاهر محمد طاهر كان ضايع تماما، ومحمد شريف كان مش ظاهر الشوط الاول وسط كل التكتلات اللي لعيبه كايزر تشيز عاملاها النهارده. الشوط الاول كان صعب وما كانش فيه فرص لحد الطرد بتاع هابي ماتشيني فرق معاهم جدا. واللي فرق معاهم اكتر التغييره بتاع المدرب، اللي اول ما بدا الشوط الثاني راح منزل خامبليات وراح مطلع على الهاف اللي كان موجود الناحيه الثانيه، وراح قرر ان هو هيلعب باثنين فراوده وهيلعب تحتيهم بص هو قلبها 4-3-2، وال 4-3-2 دي نفخت الدنيا معاه في نص الملعب. فالحمد لله الطرد والتغييره بتاعت خامه الراجل عمل معانا احلى واجب. يعني هو ما لعبش 4-4-1-1، لا هو الراجل كمل باتنين فراوده على الورق. الراجل كان بيلعب بخامه وكان بيلعب كمان بنوركوفيتش وكان بيلعب تحتيهم بثلاثه وكان بيلعب بالخط الدفاع اللي هو مكون باربعه وتحتيهم الحارس المرمى. بص هم اساميهم غريبه فما نقعدش نركز احنا في حته الاسماء دي، لان احنا كنا عارفين ان اهم اتنين لعيبه في الفرقه كابي حارس المرمى ونوركوفيتش المهاجم، بس دول اللي احنا اتفرجنا عليهم ماتش الوداد وقلنا ان الناس دي كويسه والناس دي هم الامل الحقيقي للفرقه جوه الملعب. انما غير كده كل اللعيبه الباقيه مجرد لعيبه عندها قوه وعندها سرعه، بس مع الاسف مش لعيبه قويه. ومش مع الاسف، لا الحمد لله ان هم مش لعيبه قويه ولعيبه تقدر تفرق، والا كانوا تعبونا جدا. بس بعد الطرد الماتش اتسهل، والماتش كان محتاج ان انت تسجل بقى. فاكرم توفيق يجي عامل سلوك كده محترم لمحمد شريف، شريف يحطها بكل هدوء كده وثقه قدام المرمى علشان خاطر الهدف الاول يجي. ومعنى ان الهدف الاول جه خلاص عزيزي انت خلصت الجيم، هكرت المباراه. الدنيا بالنسبه للكايزر بقت مستحيله، لان هم فكره ان هم يلبسوا هدف اول وهم 11 كانت فكره صعبه ومخيفه جدا ليهم. فهم لابسين هدف اول وهم بيلعبوا ب 10 لعيبه وكمان خامه بليات من الظهر اللي هم بيلعبوا بتسع لعيبه، فانت لا الماتش خلصان بالنسبه لك. كل المشاكل اللي انت كنت بتعاني منها الشوط الاول ان هم قافلين الاطراف وقافلين العمق، كل حاجه بدات تبان ان كل حاجه مريحه لعيبه النادي الاهلي. قفشه بدا ياخد حريه في نص الملعب بعد ما العدد بتاع اللعيبه اللي كانوا بيعملوا له تكتلات الشوط الاول قالوا بقى ثلاثه، ولعيبه الاهلي على الاطراف بدات ان هي تروح وتزيد، وخلاص الماتش فتح وهم فتحوا المساحات وهنسجل الثاني والثالث وهنستريح وهتبقى المباراه خلصانه بشياكه عزيزي. وده اللي حصل حرفيا بعد الهدف الاول ما جه، اللعيبه بتاعت كايزر فتحوا والاهلي ايه الاهلي قدر ان هو يخلص بهدف ثاني. جمال الجمال. سيبك من الكره الطويله بتاع حسين الشحات، وسيبك كمان من الاستلامه، وسيبك كمان من حته ان هو قفشه عملها عالميه كده. لو اتفرجت عليها من زاويه كده هتلاقي ان الكره جايه خبطه في القايم من فوق كده ورايحه على المرمى. ايه الابداع والجمال ده علشان خاطر يجي الهدف الثالث وعمرو السوليه يختمها وختامها مسك. الحمد لله رب العالمين. طلعان كسبانين 3 في نهائي افريقيا، ولا عزاء لكل الشامتين اللي كانوا جايين يشجعوا كايزر تشيفز لمجرد بس ان هو بيلعب النادي الاهلي. لا عزيزي مش انا اللي بتنحس خالص لو شجعت الخصم بتاعي، بالعكس ده انا ببقى متفائل لما انت تشجع الخصم بتاعي. بعرف ان هي فيها خير والحمد لله ربنا هيكرمني وهتوج بالبطوله. اما بقى تكتيك بيتسو وتفكيرات بيتسو مالناش احنا في الكلام ده عزيزي. احنا مش استفينا التجربه من زيدان ومن فيلورنتينو بريز. زيدان لما كان بياخد دوري ابطال اوروبا كانت الناس بتقول عليه ماشي بسبحه، فانت لما تقول ان موسيماني ما ينفعش انك تقول حاجه تانية. فعزيزي احنا نقفل الفيديو كده على خير، وما ينفعش ان احنا نخبط في بيتسو ولا اي حاجه.
وهرجع تاني اقول لك ان الراجل شطره تغزل برجله حمار حرفيا، والراجل شكرا جزيلا ليه على كل اللي بيعمله في النادي الاهلي حاليا باللعيبه المتاحه تحت ايده. فشكرا عزيزي، وبعد الشكر ده معلش مش تخسر حاجه لو عملت لنا لايك او سبسكرايب هنا في القناه، والف الف مبروك لينا على 10 يا صديقي.